اي مشاكل في المترو في ركوب المترو النهارده؟ بس الموضوع ده طبيعي. في اي حد حاول ان يوقف المترو النهارده؟ احنا سمعنا الكلام ده لكن مفيش كلام. في اي مشاكل جوه المترو في عربيه السادات؟ لا بس هم في شباب كده ولكن هو ده اتجاه حلوان. طب الحاج عبد الله لا والله رد بتاع المدير بس طبعا انت عم تقول لي انت قاعد تقول لي في الزهر يا عم انا مش عارف. في اي مشاكل في ركوب المترو يا حاجه النهارده؟ في اي مشاكل في ركوب المترو النهارده؟ كويس الحمد لله. في اي مشاكل يا حاج النهارده في ركوب المترو؟ لا الله يبارك حتى في الشكل ده زحمه. مشكله الزحمه دي مشكله ان الزحمه. في اي مشاكل في ركوب المترو النهارده؟ لا لا تمام كله تمام. طبعا محطه انور السادات اه تاني انا بتعذب عشان بسبب المحطه دي على طول المحطه دي تحت النهارده بس النهارده شديد غيروا محطه اه يقطعوا محطه انور السادات اه